من أحد أبواب الأقصى المبارك. أنا مبعدة من 27/1، أبعدوني إلى 27/7. الاحتلال الظالم، الاحتلال الظالم بحكي لي بالحرف الواحد: نفيسة ممنوع تفوت الأقصى، إذا بتفوت الأقصى يا نفيسة في رمضان يكون عقابك شديد، بس لن يرعبني ولن أخاف ولن أنهز من كلامه ولا من تهديده. الأقصى من حقي، الأقصى من حقي، وأنا طفلة، أنا في الأقصى وربيت وترعرعت وصرت طبيعة بالأقصى المبارك. هذا الأقصى بيتي، بيتي مش واحد احتلال ظالم يبعدني عن الأقصى المبارك. والله لو بقطعوني وبيعتقلوني وبضربوني لن أبعد عن الأقصى ولا عن أبواب الأقصى. الأقصى من حقي، الأقصى من حقي، هذه قبلتنا، هذا مصرانا، هذا مسجدنا الأقصى، من حقنا إحنا نصلي في الأقصى المبارك، مش المستوطن ودنس المستوطن وفوت الأقصى على عينينا. لا، هذا بعدهم طوله أنا أمشي وأحكي وأروح وآجي، وأنا أبواب الأقصى وأنا أشم ريحة الأقصى. لن أبعد عن أبواب الأقصى، لن أهاب الاحتلال ولن أخاف من الاحتلال. من حقي، من حق المرابطة المقدسية نفيسة خويط تفوت الأقصى، وما فاتت الأقصى أبواب الأقصى، ثابتين مرابطين ليوم الدين. اللي مبين أنه بسبب من غير سبب عم بيبعدوا المرابطين والمرابطات عن المسجد الأقصى، أخذوا قرار، والظاهر الضباط الجداد الموجودين خاصة في الكشلي وفي داخل ساعات المسجد الأقصى، احنا بنعرف الضباط الأدم وبنعرف الجداد وكل باستمرار عم بتبدلوا. في ضابط جديد اللي أبعدني آخر مرة، أي أول مرة بشوفه يمني، قال لي أنا ضابط حكيروت تحقيق يعني، وعم بنزل على الأقصى. قبل يومين إجاني على صلاة الفجر على باب حطة وقال لي: أنت بتعرف أنت آخر نقطة وين لازم تصل؟ يعني حدد لي النقطة على الحاجز الثاني، ممنوع أدخل بالممرات أبواب المسجد الأقصى. وأنا راضي الحمد لله رب العالمين، أنا بعرف أنه ربنا مش راح يضيع لي أجر وثواب. أنا مرابط ما دمت حي في هاي البلاد، الحمد لله سأرابط، سأدافع عن المسجد الأقصى. هنا مرابط، هنا ثابت، هنا باقي، هنا سأصلي، وهنا سأموت بإذن الله عز وجل. وأنا بدعي كل إخواني المبعدين عن المسجد الأقصى يجوا يدافعوا عن المسجد الأقصى.